كمان كان ليه دور فعال في الحوار الوطني بعد ما تم اختياره ضمن مجموعة من المبدعين للمشاركة في جلسات الحوار الوطني. معانا النهاردة مشرفنا في الفقرة بتاعت الحلقة بتاعتنا الشاعر الكبير الأستاذ إبراهيم عبد الفتاح. منور الدنيا يا أستاذ. الله يخليك، منور بيك وبالقناة الجميلة، وشرف ليا أن أنا أبقى الله معاك يخليك، شرف ليا وأنا سعدت جدا وأنا عمال أقرأ الحلقة وإن حضرتك جاي، لأن حضرتك جاري العزيز كمان يعني. الحوار الوطني بقى نبتدي من الآخر. جه موضوع الحوار الوطني إزاي، وحضرتك شايفه إزاي دلوقتي في الحالة اللي إحنا في الزخم، الآراء والصخب بتاع الآراء دي يعني كتير قوي، شايف ده إزاي يا أستاذ إبراهيم دلوقتي؟ هو الحقيقة كان ضروري جدا إنه تتفتح ملفات كتير من خلال وجهات نظر أخرى غير الحكومة اللي ده دورها يعني. صح. ربما نجد من بعض المتخصصين في مجالاتهم أفكار يعني إيه تطلعنا لمخرجات جديدة ونتائج كويسة نعرف نعتمدها ونعرف ده تفكير الدولة في الإيمان بفكرة الحوار الوطني. وده في حد ذاته شيء لطيف إن أنت طبعا تبقى بتفتح المجال للمشاركة، ما يبقاش في استبداد بالقرار. صح. يعني صح، خاصة في الملفات الحساسة اللي تمثل الاقتصاد والهوية والثقافة والفكر والحاجات دي. فأنا كنت سعيد طبعا باختياري ضمن مجموعة من الناس، والحقيقة أنا فوجئت بالاختيار لأنه يعني ما كانش في البال خالص الفكرة، وفوجئت باسمي في الأخبار يعني، مش ما حدش كلمني وقال لي كذا ولا بتاع يعني، يعني ما فيش اتصال وقال كأنه تكليف يعني. فهو طبعا تكليف وتشريف يعني طبعا. بس فما كنتش لسه يعني مستوعب مدى الحرية في ان انت تقول اللي انت عايزه. بس الحقيقة يعني ده كان متوفر جدا وبترحيب وحاجة كويسة. فاتكلمنا في حاجات كتير طبعا. ولانه يعني لقيت بعض اصدقاء كمان هم يكادوا يكونوا مسؤولين عن إدارة الحوار زي الدكتور احمد مجاهد. الدكتور احمد مجاهد بالظبط. واخرين يعني. انا كنت سعيد جدا باللقاء ده وبالحوار ده وبالجلسه دي، لان كنت موجود. وكنت سعيد جدا ان حضرتك. الله يخليك. ويا سلام وعلي الحجار كان قاعد جنبي كده، يا سلام ايه الجمال ده. بالظبط. فطبعا كان مهم ان احنا نتكلم في بعض الحاجات اللي تخص الطرفين، تخص المبدع في فكره الثقافه والهويه، وتخص المتلقي. حضرتك بقى استاذ ابراهيم طرحت ايه ساعتها؟ انا اتكلمت في محورين تحديدا، مساله الرقابه. يعني طلبت بان يبقى في دقه في مصوغات تعيين الرقيب، لانه ده فلتر مهم جدا بيرشح لنا فكر وفن واغاني وكل حاجه. صح. ولازم يبقى عنده الخبرات والمرجعيه اللي تؤهله للدور ده. لان احنا عانينا من الرقابه فترات، مش فكره المنع. فكره المنع لاسباب منطقيه مقبوله جدا. انما تحفظ على مفردات يعني عاديه جدا ومتوفره في الاغاني وفي الدراما ومن زمان. يعني احنا عندنا اكتر من 100 سنه سينما وغنى وتلفزيون وكل حاجه، فمفترض ان احنا نبقى تجاوزنا الحاجات. طب حضرتك يعني عدى على حضرتك النقطه دي في طبعا، ما هي دي ابرز حاجه مثلا يعني ساعات حضرتك قلت يا جماعه ما انا مش قصدي خالص اللي انتوا قلتوه ده او اللي انتوا فاهمينه ده. هو تحديدا كانت مفرده خفيفه خالص، كلمه حضن. حضن يعني رميت نفسك في حضن سياكل الحضن، يعني بيتغنى كتير وفي احضان عند ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وكل اشكال الغنى الشعبي والكلاسيك وكله. بس انا فوجئت مره بان هم مستدعيني عشان اغير كلمه حضن في غنوة. يعني الكلام ده من 4 5 سنين يعني، مش كانت الغنوة اتلحنت ولا لسه حضرتك مقدم بس ال احنا بنقدم الاول ناخد موافقة على النص. بس ساعات بنبقى يعني عشان نكسب وقت فبتكون اتلحنت، فلو هتغير كلمة مفيش مشكلة، ينفع تغيرها، بس المهم تبقى انت مقتنع يعني. بس فانا فوجئت ان كلمة حضن متغير،
مطلوب تغييرها يعني. فانا ما كانش عندي مشكله. فاكر الاغنيه يا استاذ ابراهيم؟ حضرتك ممكن تقولها لنا؟ والله حاول افتكرها، للاسف مش عارف افتكر دلوقتي بسهوله يعني. بس دي نقطه حضرتك قلتها. النقطه الثانيه في الحوار الوطني، النقطه الثانيه تتعلق بال القوى الناعمه وتاثيرها ودورها في معالجه موضوعات زي التنمر، وده بيحصل في مدارسنا وجامعاتنا وبيحصل، وفي بعض الاطفال بيعانوا ويتكون عندهم عقد يعني تفضل معاهم طول الوقت. انت عارف يا استاذ ابراهيم ان في بعض حالات الانتحار هي اساسها او نتيجه التنمر؟ بالظبط. فدي قضيه خطيره جدا جدا، التنمر والتطرف. التطرف فكري والديني واللي بيبقى فيه بعض عنصريه كمان. طبعا. فدي بقى يعني ايه اللي حضرتك فنيا شايف ان القضايا اللي المفروض تثار وتقدم الفتره الحاليه في الفن بصفه عامه يا استاذ ابراهيم؟ في الفن يعني انا لما دخلت دلوقتي لقيت في موتيفات في الديكور ليها علاقه بالهويه المصريه. يعني ريشه ماعز، يعني الخرطوش، الاشياء اللي تردك للفخر والتباهي والاعتزاز بمساله هويتك المصريه طبعا العظيمه اللي العالم نفسه بيفتخر بيها، فما بالك احنا. انت فعلا بتلاقي فيه اهتزاز كده من بعض. احنا بقى يعني محتاجين شويه نستنهض الفكره دي عند الناس البسيطه قبل الناس الكبيره، يعني بحيث انه يعني يلتصق وينتمي لتاريخه ويعرف انه هو عظيم ومهم قبل اي شيء تاني، قبل طبعا اي انتماء اخر في العالم. والحرب المنطقة. اللي هي الحرب دلوقتي هي حرب هوية على فكره. طبعا. مظبوط. طب ما نرجع بقى لابراهيم عبد الفتاح وهو صغير كده. حضرتك بدايات حضرتك يعني امتى قلت انا شاعر؟ يعني مش ممثل او مش روائي، لا شاعر. اللي عارف حضرتك اللي بيفجر عندنا المشاعر هي المحطات اللي بنتقابلها وهي مش في حسباننا، يعني نتفاجئ بيها. يعني اول مره الواحد يعرف ان في حاجه اسمها موت، رحيل، في حد بيغيب فجاه عنك. فكان دي بالنسبه لي كانت المفجر الاول. يعني كان عثمان ابن خالي كان مريض شويه وكان في سته ابتدائي واكبر مني وقتها هو بسنتين او حاجه. يعني حضرتك كنت في رابعه مثلا او في ثالثه؟ وكنت صغير جدا وهو كان مقيم عندنا في الفتره دي وامتحن السته ابتدائي وتعب زياده ودخل المستشفى وتوفى. فانا ساعتها لقيت نفسي برتجل حاله هذيان كده. بس كانت غريبه، اللي لفت نظري ليها اختي الله يرحمها، اختي كان هي اكبرنا، هي البنت الوحيده على اربع اولاد وكانت اكبرنا، فكانت هي يعني ملتبس عليا دورها بين الام والاخت يعني. فهي اللي كانت بتنبهني للاشياء اللي انا ما كنتش لسه بعرف اسميها ولا ايه الموضوع ده ولا ايه الحاجه يعني. فده حصل المره دي وحصل. يعني ده اول شعر حضرتك او اول ابيات؟ اول احساس انت؟ اول حاجه طلعت خارج النص يعني. انه مش في الحوار العادي بتاع اليوم، اني بدور على نغمه اقول عليها الكلام ده، انه في كلام انا عايز اقوله بس ما هو كلام جديد بالنسبه لي غريب نتاجة الموقف يعني. لحظة. يعني حضرتك بتدور على نغمة تكتب عليها؟ وقتها كان كده. والله. كان الأول اللي بيحركني النغم مش الكلام. وأنا أعتقد إن أنا لو اتولدت في بيت فيه آلة موسيقية أكيد كنت هروح ناحية المزيكا أكتر. أوكي. بس مع الوقت بقى بعد كده والاهتمام بالقراية، ولأنه ما فيش آلة ففي كتب. فخلاص، فأنا مع الكتب يعني، فده عزز عندي فكرة الكتابة شوية. يعني كان البيت فيه كتب يا استاذ ابراهيم. لكن ما كانش في حد من الأسرة رايح الناحية بتاعت الكتابة؟ أبويا الله يرحمه، بس هو لأنه اتجوز بدري
وخلف كتير، فبقى عنده مسؤوليات صعب تسيب له مساحة للكتابة ومتابعتها ومتابعة أوجاعها وأحبطتها وأفرحها ونجاحتها كل شيء. وهو حتى